الاستراتيجي والحكم يكون خطأ، الحكم يكون خطأ لصالح الاستراتيجي. الاستراتيجي يوري لاعب نص الموسم الجاي لاعب في اتحاد العاصمة، يوري الاستراتيجي إمكانيات كبيرة، خاصة كما قال المجلس القائم له خفيف الحركة، لاعب يكون خفيف الحركة خطير جدا لما يكون مع لاعبين وفيين من الواحد الذين يشبهون المحاولة والكرة الثالثة من أشيو، أشيو فتحة ومروان كيان لكن خارج
الاستثمار في حرب 10/0 والفريق المستضيف بمدينة صعيدة 0. ملي زكاين لاعب سابق طبعا المنتخب الوطني ومدينة صعيدة، لعبت كذلك في اتحاد العباس عدة فرق في اتحاد العباس. شويه في وسط الميدان شويه في الفريق شويه ناقص في النهايه الهجوميه،
خطأ؟ لا، في خطأ في الرجلين لأنه هو اللي اسقط وخلى المدافع يعني يتعثر في القبلة فوق اللاعب. طبعا الحكم يعلم عن خطأ. إذا مين من الاثنين يوقف المستوى لا يعتبر انتهاء لاصقا شهادية بالنسبة لحد الآن لها لحظة ولحظة غنز جاي وانه شرايطية يأتي فيها و في دقيقة من الشوط الأول تمر والنتيجة دائما 0-0 في مقابلات الكأس الدور 32 لكأس الجمهورية. حقيقة سيد عاشور